شرف ومسؤولية هذا على الشعبية أن يشكل الحكومة المقبلة بعد عام أو عام ونصف. إنما نحن لا نريد أن نرث بلد مفلسة من حكومة المرزوقي وجباري وبشعر. نريد البلاد أن يستقر أمرها وأن تتحرك، كما يلف ورث المحافظون هنا الحكم عن حزب العمال. فهذا ما نريده. وإنما ننصح الحكومة نقول لها هذه الحجرة التي تعاملين بها العدالة الشعبية لا تنفع مع الشعب التونسي، نحن صابرين. بس الشعب التونسي ثار ضد الحجرة. يعني عندما يأتي مواطن في قفصة كما نقلت الكتابة الألمانية يريد أن يقابل وفد من 3 وزراء جاء في قفصة، وتقول وكالة الأنباء الألمانية وهي وكالة محترمة دوليا إن هذا السيد غسان الله يرحمه لما لم يتسنى له ذلك أحرق نفسه، وبعد 5 أيام أو أقل توفي رحمة الله عليه، ولا يذهب رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة للتعزية ولا رئيس البرلمان للتعزية. ما معنى هذا الكلام؟ هل يجب أن أقارن وأقول أن ابن علي راح وزار البعزيزي في 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 فراش المرض؟ وإن الحكومة الحالية التي جاء بها الشعب يفترض من خلال الانتخابات الحرة كان أولى بها هي أن تذهب إلى عائلة رسول الله يرحمه وتؤدي واجب التعزية وتعتذر كذلك. قال عمر بن الخطاب: والله لو عثرت برلة في الأرض في أرض العراق لخفت أن يسألني الله لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. فما بالك بالرسول؟ مش عارف كم إن شاء الله ما يطولوش يعني في الفترة الانتقالية هذه، وتتاح للشعب فرصة استبدالها ديمقراطية. هذا قرار الشعب التونسي. على كل حال احنا في مناخ ديمقراطي نعمل لتوفير البديل. إنما على الحكومة أن لا تتعامل بالحجرة والتهميش مع الشعب التونسي. وعندنا مثلا في تونس يقول لك جواب يبان من عنوان الحكومة في تعاملها مع الناس في الفترة الماضية ماهوش كويس. ولذلك الناس في القصرين شو اللي يخلي الناس في القصرين ما يتقبلوش الرؤساء فلا؟ القصرين بلاد الثورة وبلاد نبض الشارع العادي، يعني الشعب تجاه الرأي العام التونسي تلقاه في القصرين. بلاد منظمة لا منظمة كافة. طيب لماذا لم تقبل أن تستمع لخطابات المرزوقي وجبالي وبن شعر؟ لماذا الناس في مكثر ما يستمعوش للحكومة؟ أنا طبعا أحب نقول لأهلي في مكثر بكل صراحة، أنا أحب سليانة ونعرف أن الشمال الغربي عانى كثيرا والعقود الماضية، إنما أنا ضد العرشية وضد الجهوية. ما نحب. أنا سمعت واحد من أهل الصناديد ولد عيار يكلم ولد عيار، بس أنه كان يدخلوا يا ولد البلاد الغالية ولد مكثر الباهية، كان يدخلوا واحد يكلم هذا يقول ولد عيار وهذا يقول المنازيب وهذا يقول الهمامة وهذا يقول فراشيش وهذا يقول كذا وهذا يقول زلاص وهذا يقول ذلك، كان يدخلوا كم بالعرشية يقولون نرجعوا بالتوالي. البدايات الله أعلم بدايتها شكلها ليست بدايات طيبة. قلت لكم ما يكون محتمل الخطأ الكبير اللي وقعوا فيه أنهم ظنوا أن تونس كلها يقدر يتصرفوا معها كما تصرفوا مع العائلة الشعبية وجماهيرها، يعني الحجرة والتجاهل كانوا مش موجودين. القوى السياسية الثانية في البلاد يتصرفون كلهم، سيراج الغنوشي سيد مرزوقي سيد بن جعفر يتصرفون كأننا لسنا موجودين في الساحة. القوى الثانية في البلاد بقرار من الشعب التونسي مش بقرار من أي جهة. نفس الشيء الناس في القصر، الناس في المدير، الناس في المكتب، الناس في الضيف، الناس في سليانة. وما طبعا كل حال أنا أقول لازم نعطيه وقت. أنا طبعا ما عندوش شبه في الحكم، بس ننبه الشيء أنه في العادة لما جاء توني بلير، أنا كنت هنا لما توني بلير جاء بعد حكم طويل لحزب المحافظين 18 عام حزب المحافظين حكم 11 عام وما يجي 6 سنين 18 عام. لما جاء توني بلير كان في حالة كاستبشار استقبال لي حكم جديد وكذا. حتى لما جاء ديفيد كاميرون ماني شايف الحاله دي في تونس، ماني شايف الناس هكا فرحانين هكا مستبشرين بان التركة اللي تحكم. شايف بالانجليزيه يقولوا دوم اند جلوم، يعني شايف الناس كلها متشائمه. الناس بياس الناس يقولوا والله ندمنا على التصويت في الاتجاه، والله بدات مش عارف شنو ماشي، والله البلد ماشي في حيط، والله كذا. الله اعلم. هذا نسمع فيه من الناس، نسمع فيه من التعليقات. انا نقول لاولاد بلادي خلينا موضوعيين وخلينا صابرين وخلينا نعطوا الحكومه دي فرصه تشتغل. في نفس الوقت ما نخلوش على مطالب الحق والمطالب العادله، ونحمي بلادنا ومكتسباتها ونبعد عن التخريب وقطع الطرقات وكذا، كل هذه مش بايده.